رشا مصطفى، بنت عراقية مقيمة في أمريكا من 10 سنوات، وتحديدا بالعاصمة الأمريكية واشنطن. مهنة الطيار المدني بالعالم مسيطر عليها الرجال. رشا واحدة من 7% فقط من النساء اللي يعملون كطيار مدني. حلمها تعمل كطيار ضمن شركة الخطوط الجوية العراقية، وفعلا بدأت تتدرب من سنة 2020 وتجمع ساعات طيران، لأن لازم تجمع 1000 ساعة طيران بالجو يلا يحق لها تصير كابتن طيار مدني. رشا تقول لكل البنات اسعوا لتحقيق أحلامكم، لأن ماكو شيء مستحيل، ولا أكو مهنة حكر على الرجال فقط.